السلام عليكم. اليوم النهار الثالث في تربص النادي الإفريقي، الأخبار ممتازة، الجو العام خارق للعادة، وهذا مهم قبل بداية البطولة التونسية اللي مازال تفصلنا عليها تقريبا 3 جمعات. إلى حد الآن النادي الإفريقي قام بستة انتدابات، آخرها بلال آيت مالك من الاتحاد المنستيري. يندرى النادي الإفريقي مازال مستحق الانتدابات، هذا مما لا شك فيه، لكن 6 انتدابات، انتداب آخر 2 ماكس يزي من الانتدابات، راهي برشا ترجع بالسلب على الفريق. مؤخرا النادي الإفريقي رفض عرض من الاتحاد المنستيري القائد فريقه هشام بكر. هشام بكر ظهير الأيسر قدم مستوى كبير مع الاتحاد المنستيري، وخاصة وباستثناء الأداء الممتاز استابيليتي متاع الملاعب، الروندمون متاعو استابل، كل مقابلة أداء محترم، أداء ممتاز، وهذا الكل خول اللاعب أنه فريق تحب ولا تكره في قيمة النادي الإفريقي اللي رجع الموسم الحالي للمستوى متاعو. فكر فيه بالطبيعة هو والترجي الرياضي التونسي على حسب آخر الأخبار. النادي الإفريقي كيف ما نعرفه أنه الموسم الفارط، وسمحوني والله ساعات الأسامي تغيب عليا، المدافع اللي انتدبه من نادي رياضي الصفاقسي واللي قضى نصف الموسم هو مصاب، وكيكون عنده كيف آدم الطاوس اللي قدم موسم فارط، سمحوني في الكلمة وبين قوسين، مزبل، واللي من النقاط السلبية اللي قامت بها الإدارة الموسم الحالي بقيادة هيكل أدخيل إنها جدت عقد آدم الطاوس في حاجة ماسة لاعب في قيمة هشام بكر. لكن إنه إدارة الاتحاد المنستيري تطلب مبلغ وعلى حسب فوت فانتكات قيمته 800,000 دينار في مدافع، هذا بصراحة النادي الإفريقي يلزم، صحيح دخلت شوية فلوس للكاسة والنادي الإفريقي ولا يكزيستي والنادي الإفريقي ولا عنده كلمته في السوق، أما مش لدرجة أنه يشري لاعب ب 800,000 دينار وهو يلعب على البطولة التونسية وعلى كأس تونس. لذا وقت اللي إدارة النادي الإفريقي ترفض العرض اللي قدمته إدارة الاتحاد المنستيري، راهو ساعة لساعة، وقت اللي فريق حتى يكون في أمس حاجة اللاعب ويرفض، راهو القرار يكون صائب. مازال النادي الإفريقي الفترة الحالية ما هوش الفريق اللي يلزم يشري ملعبية بك المبالغ الطائلة، خليه ساعة يركز شوية، خليه يقدم مستوى محترم الموسم الحالي في البطولة، خليه يلعب على مرتبة تخوله أنه يشارك في مسابقة إفريقية، والميركاتو القادم الميركاتو الصيفي القادم وقتها نحكي على صفقات من العيار الثقيل، ولو أنه راهو في البطولة التونسية والملعبية التوانسة ما ثماش صفقة تعتبر من العيار الثقيل. اليوم أخبر عمل ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة على صفحة فوت فانتكات، نعرفوا أنه تقريبا أكثر من جمعة التالي إدارة الترجي الرياضي التونسي بعثت بعض من أصحاب القرار الجنوب إفريقيا باش يتفاوضوا مع فريق اللاعب الياس موكوينا الجناح الأيمن المنتخب جنوب إفريقيا، حتى أنه في إذاعة مزيكة في مقتلي سألوا الناطق الرسمي للترجي الرياضي التونسي وحكاوا له على اللاعب، قال ثم منه الموضوع وما زلنا نتفاوضوا مع الفريق. فريق سان داوز، الفريق اللي ينافس على رابطة الأبطال الإفريقية، كيف الترجي الرياضي التونسي تخلع الخط من أجل خدمات اللاعب، هذا الكل أحكينا فيه. لكن الجديد إنه نادي الإفريقي، ونعود قولوها على حسب فوت فانتكات، تخلف الصفقة هذه. مانيش باش نقول الخبر صحيح ولا الخبر غلط، ولا النادي الإفريقي يستحق اللاعب هذا ولا ما يستحقش، مما لا شك فيه يستحق، ما دام الترجي الرياضي التونسي فكر في اللاعب وفريق سان داوز. رانا كي نقولوا الترجي الرياضي نحكيوا على فريق منافس على رابطة الأبطال الإفريقية، ما دام فكر في اللاعب هذا أكيد لاعب صاحب إمكانيات محترمة، لكن عادي راهو من بعد ينجم ينجحش مثلا في الترجي، ينجح في النادي الإفريقي لو جا للنادي الإفريقي، ولهنا مانيش باش نحكي على الخبر صحيح ولا غلط. لكن باش نخزر للخبر هذا من جانب اخر، ينجم النادي الافريقي ما حشتوش باللاعب، ينجم يكون ما حشتوش باللاعب، لكن يحب يطلع قيمه
الصفقة على الترجي الرياضي التونسي، كيف ما عمل شكون، كيف ما عمل بالضبط الزمالك المصري تقريبا نهارين ثلاثة أيام التالي. نعرفوا أنه فريق الأهلي المصري يعمل في المستحيلات من أجل خدمات اللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي والمنتخب التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب فرانك فاروشا المجري، أعطاه مبلغ قيمته 2 مليون أورو، بعد زادوا 100,000 أورو تقريبا، ولينا نحكيه على 2.1 2.2 2.5. الأهلي المصري قال لك من سيب اللعب هذا إلا بيتقمص ألوان فريق القرن. الحكاية لهنا واضحة على الأخ، سي الزمالك المصري اللي ماهوش يشارك في رابطة الأبطال الإفريقية تخلى على الخط وقال لك حاجتي بخدمات محمد علي بن رمضان، وعطى عرض مش كلام وبرا، لا على حسب الصحف المصرية اعتارض صحيح محمد علي بن رمضان حتى لو كان باش يتقل الدوري المصري لو يخيروه بين الأهلي وبين الزمالك، وحتى لو كان الزمالك المصري اعطاه شهرية اكبر لمحمد علي بن رمضان، نعرفوا اللاعب هذا عنده رؤية رياضية ما يفكرش في الفلوس، بدليل انه ما مشاش للخليج وقت اللي كان في الترجي الرياضي التونسي، وينجم كيف كيف راه يقعد يقول لك نلعب في اوروبا، لا تهمني للأهلي لا يهمني الزمالك. لكن موضوعنا الزمالك والموضوع والفازة اللي عملها مع الأهلي المصري، زاد أو أعطاه عرض محمد علي بن رمضان الفريق وفيرانك فاروش باش يطلع القيمة على الأهلي المصري الغريم الأزلي. نجم النادي الإفريقي أو إدارة النادي الإفريقي تعمل نفس الشيء فيما يخص لياس موكوينا، يقول لك أنا اللاعب ما يجينيش، أما خليني نزيد نطلع في الكوتا متاعو، خلي الترجي الرياضي التونسي من اللي كان باش يشريه مليار يشريه بزوز. نعرفوا راه العلاقه ما هيش علاقه ود بين النادي الافريقي وبين الترجي الرياضي التونسي، وخاصه الموسم الحالي، الموسم الحالي النادي الافريقي ولا ينافس الترجي الرياضي، الموسم المقبل لو النادي الافريقي قدم موسم ممتاز باش يولي منافس حقيقي على الترجي الرياضي التونسي، بدليل انه ثم بعض من الملعبيه من الترجي الرياضي وقت اللي باش يخرجوا وباش يفسخ لهم العقود نتاعهم يسالهم كيف هاني همامه او سامحوني هاني اعمامه وين ماشي، باش تمشي للنادي الافريقي ما تمشيش، تقعد في الترجي الرياضي، اعطيني الفريق اللي يلزم تمشي له واللي انت تفكر فيه واللي باش تمشي له. وقت اللي جاء الرجاء المغربي او الوداد المغربي سيبوه، اما للنادي الافريقي لا، وهذا امر عادي جدا، يعني كيف ما يتصرف الترجي الرياضي التونسي مع النادي الافريقي كيف ما يتصرف النادي الافريقي مع الترجي الرياضي التونسي، امر عادي جدا انه هذاك ما يحبش الخير لهذا وهذا ما يحبش الخير لهذاك. وهنا قلنا النادي الافريقي حاليا بدا ينافس في الترجي الرياضي التونسي، وشفناه بعض الصفقات اللي قام بها الموسم الحالي عملها الترجي الرياضي الموسم الفارط. ممكن لو كان النادي الافريقي ما تخلش على الخط راهو الملاعبيه هذوما سومهم سوم علوش متاعيد، راهو لمها الترجي الرياضي التونسي على بعضها كعب 3-4-5 كعبات بختف واخذاهم واستعاقد معاهم، لكن تخلى النادي الافريقي بقوه ينجم يكون اثر على الترجي الرياضي التونسي. حلقتنا اليوم وفات في ختام الحلقه كالعاده، البياري متبقى كبش يقول لكم تحيه تونس، تعيش تونس، كلنا تونس وسلام.